واضح ان كوستا حارس البرتغال عنده اصول افريقية، فكان عايز غانا تتعادل مع فرقته. كوستا غلطتين كده في الاهداية الاخيرة، شكله كده يعني كان دايخ. غانا تمثيل لقارة افريقيا جميل في الشوط الثاني. الشوط الاولاني كنت بتفرج وعمال اقول الكاميرون من ساعتين ثلاثة اداء سيء جدا، بيمثلوا افريقيا. السنغال اتهزمت، طب وغانا برضو اتهزمت، لكن الشوط الثاني اداء افضل، جابوا هدفين وكان ممكن يتعادلوا بالغلطة الاخيرة دي، او الحارس بتاعهم ما كانش غلط. لورانس الهدف الثاني، الراجل جواو الانفراد الهدف الثاني، 1-1 انت بتعادل 1-1، ليه تطلع؟ هو مزنوق دفاعين، هو لازم كان هيصوب، لان لو كان سندها السنده الثانيه كان الدفاع يزحلق ويطلعها منه كورنر. انت لما طلعت سهلت عليه المأمورية وصعبت. دلوقتي في نقطتين مهمين جدا في المباراه. اولا طبعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويا رب تكونوا بخير ونفضل على طول مع بعض. في نقطتين مهمين جدا. النقطه الاولى نقطه العدل. ما ينفعش منتخب بلد بحالها زي غانا او اي بلد يعني بعملوا اعداد ومعسكرات وسفريات وجمهور وشعب كامل بيشجعه، ويجي تحسب ضرب الجزاء زي دي ومعك فار وامكانيات وتقني ومش تقني. الراجل ما عملوش حاجه، كريستيانو خبره كبيره زق الكوره وقع، الراجل لا شفنا دراعه زقه ولا شفت رجليه شالت. ضربة جزاء بصراحة وهمية، أنا شايفها وهمية، أصل ما أنا مش هستنى حد يقول لي ولا تقنية، لا أنا شايف بعيني الراجل لا مد رجله ضربه ولا إيدين ضربه، لكن الحكم معرفش حسبها ضربة جزاء. دي العدل، لازم العدل مهم. ما ينفعش منتخبات عاملة معسكرات وسفريات وشقة وطموح لعيبة وفرحة شعب وحزن شعب تغلط في حاجة زي كده. دي نقطة. النقطة التانية المدربين، الوقت الضايع دلوقتي بقى بالعشر دقايق والتسع دقايق، يعني ده ماتش تاني. اوعى تكون ضامن ان انت تجيب هدف تروح مغير الخبرات اللي عندك. النهارده غانا هي اللي ابتدت، اول ما سجلوا في الدقيقة 72 بعد 3 4 دقايق راح مطلع محمد قدوس، راح مطلع ايو الخبرات، طلعهم قال لك خلاص 1-1 وفاضل 10 دقايق نتعادل، دخل فيه هدفين. طيب بعد ما جابوا 3-1 البرتغال نفس الخطأ، مدرب اللي عمله بتاع غانا نفس الخطأ عمله بتاع 3-1 وفاضل برضو 7-8 دقايق راح مغير كل المعلمين بتاع البرتغال، غير كريستيانو غير دي سيلفا غير الناس كلها، راح دخل في جون وكان هيدخل في التالت. تقصد ايه بالنقطة دي؟ خلي خبرات في الملعب، لازم تخلي الاخر دقيقة خبرات في الملعب. اول ما يجي وقت صعب فاضل 8 دقايق وقت ضايع وغانا سجلت في الدقيقة 88، يعني عندك 12 أو 10 دقايق كاملين تلعب. وجود كريستيانو في الملعب وهو مدرب، حتى أنا ككوتش أقول له كريستيانو ما تعملش مجهود كتير، خليك واقف، خبرة يقف في وسط الملعب يبقى عنده خبرة. لازم المدربين، في مدربين كتير بيسجل 1-0 يقول لك إيه أريح بقى النجوم بتوعي، يطلع النجوم بتوعه يدخل في التاني والتالت ويخسر. خلي النجوم في الملعب على قد ما تقدر. دلوقتي كاس العالم كل 4 ايام بتلعب، كان زمان كل يومين وبتلعب التالت، دلوقتي عشان بقى 8 مجموعات، المجموعات كترت، دلوقتي ال8 مجموعات بيلعبوا في 4 ايام، كل مجموعتين بتلعب في يوم، فعندك 4 ايام. لما زي ما قلت لك لما عمل التغيير في الملعب، في نقطة مهمة سبب فوز البرتغال. البرتغال الشوط الاولاني ما عرفوش يسجلوا اهداف، ليه؟ عدله الملعب ما كانتش مظبوطه. ايه اللي عمل المدرب داخل الملعب؟ سانتوس عمل تغييرات داخل الملعب كسبته المباراه، مش عمل تغييرات من بره. ايه اللي عمله من داخل الملعب؟ ودى جواو فيليكس كان الشوط الاولاني ناحيه الشمال، وداه ناحيه اليمين. العدله دي خلته يسجل، هو اللي جاب الهدف الثاني، ادي ده رقم واحد. رقم اتنين سيلفا اللي كان بيلعب ناحيه الشمال تحت جواو وراح ناحيته بقى تحتيه، شفنا سيلفا بقى ايجابي في الحته دي. الاهم من كل ده لما سيلفا جه في الناحيه اليمين كان بيلعب الشوط الاولاني برونو فرنانديز
صانع اللعب كان بيلعب ناحية اليمين، فكان الكرة ما بتجيلوش كتير، حطه في القلب تحت كريستيانو، فبقى في الشوط التاني التغيير اللي حصل دي جوه اللعيبة مع بعض، بقى في صانع لعب، بقى في سيلفا خطير في ناحية اليمين، جواو هو اللي سجل الهدف التاني على عدلته، وطلع الأستاذ إيديميلسون دا سيلفا كان سيء في الشوط الأولاني. طيب طبعا في أورجواي وكوريا تعادلوا، دي في صالح غانا، إن هما دلوقتي البرتغال 3 غانا 0، بس قريبة لأن أورجواي التعادل خدوا نقطة وكوريا خدوا نقطة. الدقيقة 54 في بعد 5 دقايق في الشوط الثاني كان أول تصويبة لغانا محمد قدوس، أول تصويبة وبعدها تصويبة تانية منه برضه، بعدها راح هو عمل الجون لأيو. طيب الشوط الأولاني تخيل دخلنا في الإحصائيات، الشوط الأولاني غانا دخلت في الإحصائيات العالمية للمونديال. إيه الإحصائيات؟ الإحصائيات بشكل سلبي إنك أنت منتخب شوط كامل، شوط كامل ما لمستش كرة داخل 18 بتوع البرتغال، وعلى فكرة البرتغال دفاعهم مش قد كده، دفاعهم وشفنا كوستا الحارس غلطاته عاملة ازاي، دفاعهم مش قد كده، وهيبان البرتغال لو ربنا كتب له انه يصعد للأدوار الفيصلية النهائية هيتكشف أكتر. كلام كتير قوي، بس غانا زي ما قلت لكم يمكن المنتخب الوحيد، سنغال اتغلب، كاميرون اتغلب، غانا يمكن المنتخب الوحيد الشوط الثاني حسسنا ان الدنيا يعني لا في لعب. اولا الكاميرون اتغلب من سويسرا، ومتهيألي سويسرا مش على خريطة الكورة، والسنغال انا رأيي هولندا صغيرين قوي يعني اعمار صغيرة، ما فيهمش لعيبة تقيلة، بيعملوا فريق جديد. لكن النهاردة غانا بتلعب البرتغال بنجوم بصراحة، سيلفا السيتي وكانسيلو السيتي، كريستيانو، جواو فيليكس، برونو فرنانديز، عندهم 5 كده طقم هجوم بيلعبوا في احسن انديه في العالم. فانا من رايي غانا كان اصعب مباراه للافارقه لينا، سنغال وكاميرون وغانا، هي اصعب مباراه غانا مع البرتغال، وقدروا يظهروا الشوط الثاني بشكل كويس.